خليكي ناعمه يا اختي وخفيفه، والميه سالت عليك وقالت انا كنت رايقه والله ونضيفه. يا خرابي هدومي هدومي هدومي، يا نهار اسود، شقاك شقاك يا ودادي عندي من الاستديوهات، هي دي اللي فضلت لي نعيمه. رايحه على فين يا نعيم؟ وين الشنطه اللي معاكي دي؟ ولا حاجه، انا مسافر. مسافر على فين يا نعيم؟ عند امي. ايه انت زعلت مع الست ولا ايه؟ لا ابدا، فوتك بعافية. الله يعافيك. تاكس تاكس تاكس، استنى استنى يا اسطى استنى. يخرب بيتك، روح يا شيخي لا يلهفك ترمى يكون سواه واعمى. اتسرقت زوجتي وهدومه كلها يا حامد. يا بنت الكلب. انت بتشم يا كلب؟ انا بشم نعيمة، هي ما فيش غيرها، خرجت دلوقتي من صربعة وكانت شايلة معاها شنطة. يا خرابي واقف مستني ايه؟ اتحرك بسرعة. بتهبب ايه عندك؟ بجيب العجل اهو. يا عربي يا حاستك يا وداد يا حاستك، يلا يا نوح يلا يا حيمة. هتلاقي تاكسي لكن انا ممكن اوصلك، تعال. متشكر، انا عايزه تاكس، اروح مشوار وارجع وليك لسه مستنيها التاكس. قلت لك متشكر، انا عايزه تاكس. يا لهوي استنى، اسمك ايه انت؟ انت اسمك ايه؟ ولا استنى، انا تعبت تعبت خالص. ما كمل الاول، تعالوا اقعدي جنبي هنا. لا مش طالع لما تقعدي جنبي عشان في ماسوره ضربه ورا. حاضر. عبك كده انت مفوت، خليك فاكر النمر. نمرة ايه؟ نمرة ال ايه؟ طيب طريق منين؟ اي حته، اول ما الاقي تاكسي هنزل. ليه؟ ما وصلك؟ لا معلش. انت مسافره؟ لا ازاي وازاي لا؟ اصل بفكر ما سافرش. امال كنت مستعجله ليه؟ كنت عايزه تهربي من حد؟ انا يا نسا يا مدام يا استاذ. خلاص معلش انا اسف، حقك عليا. انت حكايتك ايه؟ اصل انا كنت متجوزه واحد راجل عجوز وطلقني، وارجع لاهلي لا يردوني ليه تاني. عايزه اتمتع بشبابي. معاكي حق، بلاش ترجع يا شيخه بلانيله. امال اعمل ايه؟ ما اقدرش انزل في القنده لوحدي. بصراحه ازمه الشقق دلوقتي اكتر من ازمه التاكسيات. ربنا يخليك، كلك ذوق وإنسانية. الحقيقة أنت صعبت عليا أوي. أنا قصدي أخدك زي ما ركبتك معايا العربية، هتنامي عندي، هي حاجة دي؟ أنت عازب؟ وبدور على بنت الحلال. باين عليك شقي. وأنت باين عليك حرامية. أنا؟ سرقت قلبي من اول توصيله. كتبت نمره العربيه اللي كانت مستنيه. ارحمكم الله يا ابو سريع. انت ايه يا اخي؟ انا مش لسه قايله لك وداد حمدي، انت ما بتروحش سيما ولا ايه؟ حاضر حاضر يا سيد عماد حمدي، اتفضلي حضرتك وانا هعمل اللازم. انا مش منقوله من هنا لما ترجع لي سيختي وهدومي، دول ب5000 يا عالم، دول شهر عمره كله يا اخواتي. اتفضلي
خشي برجلك اليمين ده عتبه مبروكه. خشي خشي يا اختي تعال. واخده كده ليه يا وليه؟ ده ممدوح جارنا جايب معاه واحده. ممدوح جارنا جايب معاه واحده؟ امشي امشي. يو بقى اللي اتحير يا كسمعك تقول عليه جارنا تاني ولد فاسق. شكرا يا عمرين. شكرا ليه؟ مفيش. روح يا شيخ ربنا يزيدك من نعيمه. ربنا ياخدك يا شيخ. الجدع ده مش هيبطل المسخره دي؟ ولا مالي اعمل حاجه؟ هو حر في عوامته. بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ بسيطه ومحندقه وملفوفه ومكسمه. مكسمه قوي. ما تيجي افرجك على اوضه النوم. قصدك ايه؟ انا قصدي اخدم يعني. وزي ما ركبتني العربيه عايز تنيمني في سرير مش كده؟ والله ده شيء يشرف السرير بتاعي. يحيي ده بعدك. الله. امال انت هتنامي فين بقى؟ في السرير طبعا. بس انت بقى يا حلو هتنام هنا. وماله؟ كفايه نفسك معايا. يعني انت موافق؟ الا موافق. عن ايدك. عن اذنك ثانيه واحده. رايح فين؟ هجيب شويه حاجات كده لزوم الشيء. مش لازمك فلوس؟ عيب ده احنا رجاله يعني مش اي حاجه. طب والنبي 5 جنيه بس عشان معيش فك لحد ما افك. ايوه العربيه باسم مين؟ ممدوح سيد شافعي. محل الاقامه؟ محل الاقامه. ايوه الزمالك نم. ايه زعق شويه يا سيد مش سامع يا اخي. يا اخويا اعمل معروف خليك ودانك وسمعني. عايز اطلع يا ستي. انا معاك يا ستي. انا معاك. ايوه انا معاك يا اخي. ايوه خسر. ايوه شكرا خطوة حية نعيمة لو شافها مخرج في السينما. مين؟ ممدوح؟ لا انا كامل. كامل مين؟ ابن مكامل. ايه ده؟ انت بتهزر؟ انت مين؟ فيفي؟ فيفي مين؟ فيفي زينب. لا انا نعيمة نسيت اسمي. نعيمة صنف جديد. نعيمة ممدوح. ايه ده؟ نعيمة. انا نعيمة. انت دخلت ازاي؟ بالمفتاح حياتي. انت ساكن هنا؟ اسكن عشان خاطرك. انت اتجننت؟ اوعى كده. ايه ده؟ تعالي بس